الصلاة على النبي أحمد وآله، قد البحر قد السبع عرش وظلاله. ألف الصلاة على النبي أحمد وآله، قد البحر قد السبع عرش وظلاله. فضل الصلاة على النبي تتحقق أعمالك، والله يهدي كل بلا ويتقبل أعمالك. أفضل ذكر به تنذكر لين الأجل جالك، نورك بيوم الآخرة وأفضل الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. حقيقة لاحظ هذا المنظر، يوم القيامة أمام الأشهاد، أمام كل الأشهاد، هكذا يخطر علي ابن الحسين زين العابدين، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما تحدثنا عن الجانب الأخلاقي وهذه الصفة الجميلة في الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هنالك حقيقة جوانب أخرى جميلة جدا في حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذه الصفات هي قضية الدعاء وقضية البكاء وقضية المواساة، محاور كثيرة حقيقة في حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. مثلا مع الفقراء، لاحظوا أعزائي في قضية العطاء، أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عطاؤهم كان مميزا. أولا كانوا يعطون من حر مالهم وليس من بيت المال، لاحظ هذا واحد. ثانيا كانوا يعطون إلى المعوزين، إلى المحتاجين، إلى الفقراء، وليس إلى المغنين والشعراء والمتزلفين والراقصات وإلى آخره كما هو وارد في حياة الحكام. النقطة الأخرى أنهم حينما كانوا يعطون كانوا يخرجون الفقير من فقره، وليس فقط عطاء قليلا، لا. من هنا نجد هذه الصورة تتكرر عند كل إمام من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. واحدة من هذه الصور أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره. الحمل يخليه الجراب، يعني مثل الكيس اللي يخليه على ظهره بأشياء حتى يوزعها إلى الفقراء والمحتاجين، وفيه الصرر، يعني هذا الجراب اللي حاطه على ظهره فيه صرر، أكياس من المال، فيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربما حمل على ظهره الطعام أو الحطب حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم يناول من يخرج إليه، وكان يغطي وجهه حتى لا يعرفوه. هذه هي صدقة السر، كما ورد بأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. يا سبحان الله، ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم صدقة السر صدقة السر، شوف شقد إلها أثر، تلاحظ. عموما فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يغطي وجهه إذا ناول فقير لئلا يعرفه. الله، في كلمة جميلة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: الجود ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم.
وهذه الصورة نجدها عند الإمام الحسن حينما جاءه ذلك السائل، وقبل أن يسأل يعني السائل قبل أن يقول حاجته نجد أن الإمام يأمر يقول أعطوه ما في الخزانة. هذا السائل يتعجب، يقول له يا ابن رسول الله دعني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي. فيجيبه الإمام زين فيجيبه الإمام الحسن، وهذا لسان حال كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يجيبه الإمام نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. هذه الصورة يجسدها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية فلما توفى يعني الإمام زين العابدين بعد استشهاده فقدوا ذلك فعلموا أنه كان علي بن الحسين، ولما وضع صلوات الله وسلامه عليه على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين. هذه صورة حقيقة عن الإمام زين العابدين. لاحظوا الصورة أخرى، هذا ليس فقط مع البشر مع الإنسان حتى مع الحيوان، عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام الباقر ده ينقل عن أبوه زين العابدين، لقد حج الإمام زين العابدين على ناقة له 20 حجة، مو حجة واحدة 20 حجة، فما قرعها بصوت. فلما توفيت أمر بدفنها لئلا تأكلها السباع. هاي حقوق الحيوان زين الآن اللي دا نسمعها بالغرب ومع الأسف مفقودة في كثير من بلداننا، حيث إن الحيوانات تتعرض إلى الضرب. نجد هذه الصورة عند الإمام زين العابدين 20 سنة يركب ناقة من المدينة إلى مكة، مسافة طويلة ذهابا ومجيئا، مع ذلك 20 سنة لم يضربها بالصوت. حقيقة صورة جميلة جدا عن نفسية وروحية هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هنالك مسألة ثانية ننتقل إليها، هي قضية البكاء، باعتبار أن قضية البكاء أيضا لازمت الإمام زين العابدين بأبي وأمي. قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ولقد كان يعني لينقل قضية بكاء الإمام زين العابدين، يقول ولقد كان يبكي على أبيه الحسين 20 سنة وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، حتى قال له مولا له يا ابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال له ويحك، إن يعقوب النبي كان له 12 ابنا فغيب الله عنه واحدا منه فبيضت عيناه من الحزن من كثرة بكائه عليه وشاب رأسه من الحزن، تلاحظ من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وكان ابنه حيا في الدنيا، وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي 17 من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني؟ طبعا قضية حزن الإمام زين العابدين هي مو مسألة أنه لم يصبر أو كان عنده جزع، فيها جانب آخر جدا مهم. طبعا الإمام الآن بيّن ليش هو حزين على أبوه، ولكن أيضا لا تنسون بأن قضية كربلاء لولا هذه الحرارة ولولا هذه العاطفة لانطفأت وانتهت، حقيقة كان تنتهي لولا أن الإمام زين العابدين والسيدة زينب وأم البنين وباقي أهل البيت الذين حقيقة أبقوا أوار هذه الشعلة، ولذلك بقيت هذه الشعلة تلاحظ إلى هذا اليوم، هذه الحرارة من الذي حقيقة ساهم في إيصالها إلينا؟ هو هذا الدور الذي قام به الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هنالك كلام بأنه أنتم الشيعة حياتكم كلها بكاء وحزن،
وطبعا هذا مو حقيقي. ليش مو حقيقي؟ تعرفون بأن واحد من قوى النفس اللي هي قضية المشاعر والعواطف عند كل إنسان، وهذه المشاعر والعواطف منطقة خالية فارغة، يعني المشاعر والعواطف مو فقط هي تروح إلى جانب الحزن، لا لا، القضية حقيقة المشاعر وقضية العواطف هذه تتبع المثير، فإذا كان المثير فرح تفرح، وإذا كان المثير حزن تحزن، تلاحظ. ولذلك هذه القضية، قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حاول الأئمة أن يجسدوها دائما عبر المجالس، عبر الشعر، وهذا واضح حقيقة من خلال الإثارة التي أثاروها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، حتى يبقى شنو؟ حتى يبقى المثير. وهنا المثير هو يعني في قضية الجانب العاطفي والمشاعر، هي هذه المأساة قضية الحسين. لذلك نجد بأن هذه القضية كان لها مساحة ودور في حياة كل موالي من الموالين لأهل البيت. احنا قلنا قضية المشاعر ولا حاسيس منطقة خالية تتبع المثير، فإذا المثير فرح تفرح. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق، يقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، حسب المثير. المثير إذا كان فرح يفرحون، وهذا وارد الآن احنا في مجالسنا أيام المناسبات في مواليد أهل البيت، نجد أن أتباع أهل البيت يفرحون، تلاحظ، ويقرؤون الأناشيد والأهازيج ويفرحون لفرح أهل البيت، وأيام الحزن أيضا يحزنون. إذن القضية قضية المثير، فإحنا نتبع المثير، وهذه فرد قضية ما لها علاقة سواء كان شيعي أو غير شيعي، هاي قضية نفس. هذه هي المسألة الأولى. ثم أنه الإنسان هل هو بطبع يميل نحو الفرح؟ مو إلا، شوفوا حتى القرآن حقيقة، يعني الفرح قلت لك هي شيء مثير، أكو فرح يفرح، بس مو طبيعة الإنسان هي دائما الفرح، ولا أيضا أن الفرح هو دائما محبذ أبدا. شوفوا القرآن مثلا عندنا في قضية قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فمو دائما الفرح هو شيء إيجابي. نعم الفرح قد يكون الإيجابي حينما حقيقة يعمل الإنسان أو يفعل الإنسان شيء معنوي، تلاحظ، أو حينما يفرح الإنسان مثلا أفرض في أداء أمر من الأمور اللي فيها فرد نوع من الكمال والجمال المعنوي، نعم شكوا بها. أما بشكل عام مو دائما يفرح الإنسان، وليس الفرح هو دائما محبب. إذن أعزائي، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه جعل من البكاء وسيلة، وتعرفون بأن البكاء هو في الحقيقة السلاح المظلوم، والإمام زين العابدين حقيقة استغل هذا السلاح وركز على هذا السلاح حتى يبين مظلومية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حينما قيل له لا تفتأ، يعني تبكي يا ابن رسول الله، ماذا أجاب؟ كيف لا أبكي وقد منع أبي من الماء الذي كان مطلقا للسباع. وأيضا يقول الإمام الباقر عليه السلام، كان علي بن الحسين يقول أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين حتى تسيل على خده، بوأه الله تعالى في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. طبعا هنالك روايات عن استحباب البكاء على الإمام الحسين صلوات الله عليه، وسيد البكائين في هذا المجال هو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أما القضية الأخرى وحقيقة بشكل سريع هي قضية الصحيفة السجادية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حقيقة اعتمد على الدعاء. ليش؟ لأنه ما يقدر بشكل علني أن يدعو الناس وأن يبلغ وأن يرشد وأن يخطب، وإنما استغل، يعني ما حد ما يقدر على يمنع الإنسان من البكاء، أريد أبكي، فاستغل البكاء كسلاح كما قلنا، تلاحظ، لبيان مظلومية أهل البيت، وأيضا استغل الدعاء
لا يستطيع أحد أن يمنعه عن الدعاء، ولكننا نجد في دعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه كثير من المعارف وكثير من الحقائق، بل إن أدعية الإمام هي منظومة متكاملة صلوات الله وسلامه عليه لبيان حقائق الدين وبيان الأصول وبيان الأخلاق، يعني كل منظومة الإسلام والفكر الإسلامي بين الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه من خلال الأدعية التي وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقتدي بهذا الإمام العظيم، والسلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته. الصلاة على النبي أحمد وآل، قد البحر قد السبع عرش وظلالة. ألف الصلاة على النبي أحمد وآل، قد البحر قد السبع عرش وظلالة. فضل الصلاة على النبي تتحقق أعمالك، والله يعديك البلا ويتقبل أعمالك. أفضل ذكر به تنذكر لين الأجل جالك، نورك بيوم الآخرة وفضل